بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى متابعينا الكرام عبر موقع وزارة الأوقاف، حيث نحتفل بليالي هذا الشهر الكريم شهر رمضان، نذكركم إخوة الإيمان والإسلام بأن أمتكم هي خير أمة أخرجت للناس، أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون لها الخيرية إلى يوم الدين على سائر الأمم، فقد فضلها الحق سبحانه وتعالى بأن اختصها بصيام هذا الشهر الكريم، شهر المواساة، شهر الرحمة، شهر الصبر، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. إخوة الإيمان والإسلام، وتتواصل رحلتنا المباركة من خلال هذه الاحتفالية الطيبة عبر موقع وزارة الأوقاف، ونستهل حفلنا الليلة بهذه التلاوة لما تيسر من سورة الفتح برواية السوسي عن أبي عمرو، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على محمد رسول الله والذين معه أشداء
على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. عشنا هذه الدقائق المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطرة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي إطار احتفالنا بشهر رمضان ومن خلال هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف، يسعدنا أن نستمع إلى هذا الحديث الديني من فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي حول الدين المعاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإننا إذا نظرنا إلى أجناس هذا الكون من الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وهي هكذا مرتبة، الإنسان سيد أعلى في هذا الوجود، وما دون الإنسان من الأجناس الأخرى مسخرة لهذا الإنسان، فالإنسان سيدها. وكذلك هذه الأجناس لها مهمة وهي تقوم بها سواء وصل العقل البشري إليها أم لم يصل بعد. والسؤال هنا، من هو سيد الإنسان؟ وما هي المهمة التي أوكلها الله عز وجل إلى هذا الإنسان؟ لا بد وأن يبحث الإنسان عن سيد يتناسب مع سيادته هو في هذا الكون،
وسيد الإنسان هو من وهبه السيادة، هو من جعله سيداً أعلى، هو من سخر له أجناس الوجود غيره. سيد الإنسان هو الله عز وجل. فهناك سيد في الوجود وهو الإنسان، وهناك سيد للوجود وهو الله عز وجل. ما هي المهمة التي أوكلها الله عز وجل للإنسان؟ البعض يختزل هذه المهمة في جانب العبادات وفقط. نقول إن هناك مقاصد ثلاثة هي المهمة التي أوكلها ربنا سبحانه وتعالى للإنسان. المقصد الأول العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصد الثاني العمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والمقصد الثالث هو التزكية بالأخلاق الحسنة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه هي المهمة التي أوكلها الله لكل إنسان منا، فليست منحصرة في جانب الشعائر وفقط، لا، هناك عبادات تعاملية، هناك صناعة الحضارة، هناك الإتقان، هناك حب الخير، هناك الإيثار، هناك التواضع، هناك الجانب الأخلاقي الذي علل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة به، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. إذن الدين المعاملة ليس منحصرا في جانب دون جانب، فالدين يشمل العبادات الشعائرية والتعاملية والقلبية واللسانية والبدنية والمالية، ويشمل كذلك كل ما يحقق البنيان والعمران وصناعة الحضارة، وكذلك قيم الإتقان وما شابه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونتابع هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف في هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان المبارك. والحقيقة أن أفضل ما في هذا الدين هو معاملة الإنسان لأخيه الإنسان، يبادله حبا بحب، ويقف إلى جواره في أفراحه وأحزانه. ليس هناك من أن يمتلئ قلب الإنسان حبا لله ورسوله، وحبا لخلقه ولعامة الناس في مختلف أنحاء الدنيا. فالقلب الممتلئ حبا لله ورسوله قلب يبارك الله في خليله ويستجيب دعاءه. الآن مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية التي يقدمها لنا الشيخ إبراهيم راشد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم. وجهت وجهي إلى الرحمن في طلبي، ففي رضا فاعرف إلهك في وقت الرخاء تجد عون الإله لدى الشدات والكرب. فاعرف إلهك في وقت الرخاء تجد عون الإله لدى الشدات والكرب.
سبحانه سبحانه كل ما في الكون صنعته سبحانه سبحانه كل ما في الكون قبضته فإن أراد فلا تسأل عن السبب بل سلم الأمر بل سلم الأمر تغفر بالمراد فما فوق المراد فباب الخير في الآداب وصل ربي على المختار من وصل ربي على المختار من مضر خير الخلائق من عجم